السلام عليكم، تحية للجميع. دائما كنقول بأن الفساد التكلفة ديالو كتكون باهظة على الدولة، وكنت كنشير في مجموعة من الفيديوهات اللي ربما البعض ما كانش كيتقبل الصيغة باش كنهضر والطريقة باش كنهضر. كنت كنقول بأن الفساد، الاحتكار، غياب المنافسة، غياب المراقبة، عدم إعمال الدور اللي ملقى على عاتق مجموعة من المؤسسات الدستورية، على تحديد على مجلس المنافسة، غادي يؤدي بالضرورة إلى الاحتقان الاجتماعي، وغادي تكون هناك اضطرابات اجتماعية، وغادي يكون هناك إضرابات وما إلى غير ذلك من الأمور. قلت بلي أن هذه سنة المجتمعات، المجتمع في التناقضات الداخلية ديالو طبيعة الحال إذا ما كانش ليكيليبر، ما كانش التوازن ما بين طبقات وفئات المجتمع، فكين طبقات من المجتمع وكين فئات من المجتمع المتضررة ستثور وستنتفض على الأوضاع. هذا الشيء كونوا على يقين، لأنه مع استمرار الأزمة في المغرب واستمرار هذا الجشع ديال الشركات ديال المحروقات سنصل إلى هذه النتيجة حتما. وغنعطيكم دليل من فرنسا. فرنسا كتعيش على وقع أزمة خانقة، أزمة ديال الوقود، لدرجة أن هناك فيديوهات متداولة، تقدروا تدخلوا سكي نيوز عربيك باللغة العربية على صفحة كاينة على الفيسبوك، واحدة الصفحة، هذه الصفحة الإعلامية نشرت فيديو لسيارات ديال الشرطة في فرنسا كيدفعوهم بدي الدين ديالهم. علاش؟ لأنهم ما قدروش يديروا الوقود. علاش ما قدروش يديروا الوقود؟ لأن عمال ديال واحد الشركة كبيرة، شركة عملاقة، العمال ديال توتال إنرجي داروا إضراب بطولي، وهي تحية للعمال في فرنسا على هذا الإضراب البطولي اللي كان الهدف منه هو الرفع من الأجور. علاش طالبوا هاد الناس هادو بالرفع من الأجور؟ لأنه هو بكل بساطة الشركة ديال توتال إنرجي حققت في النصف الأول ما يزيد عن 10.6 مليار يورو، يعني الأرباح ديال هاد الشركة هادي أرباح كبيرة جدا، ولكن في المقابل الأجور ديال العمال والمستخدمين ديال هاد الشركة بقات في بلاصتها. ومنين كنقولوا بلي ان الارباح ديال الشركه ديال توتال انرجي ولا ديال المجموعه الفرنسيه العملاقه اللي كاينه حتى في المغرب، كنقولوا بلي انها ارتفعت الارباح ديالها، فالسبب راجع بلي ان الوقود عرف واحد الارتفاع على المستوى العالمي بسبب الحرب بطبيعه الحال، وبسبب مجموعه من الاشكالات، وغادي يرتفع حتى بسبب القرار ديال اوبك زائد. هاد أوبيك زائد المجموعة اللي قررت أنها تخفض الإنتاج، فكونوا على يقين بأنه يرتفع. مادام أنه ارتفع الأسعار ديال المحروقات على المستوى العالمي، ولا الأسعار ديال الوقود على المستوى العالمي، فالتأثيرات ديالو على المستوى الاجتماعي شنو هي؟ كاين ارتفاع ديال الأسعار ديال 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 الوقود، يعني غادي ترتفع الأسعار ديال يعني ديال الغذاء، ديال المعيشة وما إلى غير ذلك. وشكون كيستهلك؟ كيستهلكوا هاد العمال، يعني العمال والمستخدمين هما اللي كيستهلكوا، يعني كيستهلكوا هاد المواد الغذائيه، كيستهلكوا مثلا التران، المترو، كيستهلكوا سيارات الاجره، اللي عنده طوموبيل حتى هو كيستهلك الوقود، وبالتالي فالتكلفه ديال العيش ارتفعت. هاد الناس هادو لقاو بلي ان الخلصه ديالهم، ملي كنقولوا فرنسا، راه المخير كيخدم ب 2000 اورو، يعني المخير كيخدم ب 2000 اورو، يعني على ما اعتقد اللي كيبدي ب 1500 اورو. فالفرق كبير بيننا وبينهم، يعني فرق كبير بين المغرب وفرنسا، ولكن مع ذلك شافوا بلي ان التكلفه ديال الحياه والتكلفه ديال العيش مرتفعه. غادي يخوضوا في هذا الاضراب لمده 18 يوم، لدرجه ان ايمانويل ماكرون دار واحد الخطاب من براغ، كان عندهم واحد المؤتمر تماك، واحد الاجتماع، خاطب فيه الفرنسيين، يعني خاطب فيه شعبه. شنو قال لهم؟ قال لهم حاولوا ما امكن انكم يعني ترجعوا للخدمه، وحنا غادي نشوفوا في هذه المطالب ديالكم. ووصف بان المطالب ديالهم مشروعه،
شكون اللي خلق المشكل لإيمانويل ماكرون؟ واش إيمانويل ماكرون هو اللي خلق المشكل راسو، ولا الشركات الربحيه والشركات اللي اللي فيها الجشع هي اللي بغات، هي اللي خلقت هذا المشكل؟ طبيعه الحال الشركات، الدور ديال الدوله الفرنسيه شنو هو؟ وانها تلقى حل في علاقتها بهاد العمال، كذلك في علاقتها بهاد الشركه هذه. وفعلا دار حوار هاد الليله هذه اللي فاتت، يعني ليله الخميس والجمعه، مع مجموعه من النقابات ديال العمال، وتوصلوا الى نقولوا الى حل جزئي. هذا الحل هذا اللي ما قبلتوش واحد النقابه، هذه النقابه هي الاتحاد العمال العام اللي وصفت هذا الحوار هذا بمثابه مهزله. وصلوا لواحد النتيجه ديال ان الاجور ترتفع بنسبه 7%، والعلاوه اللي غير يعطوها لهاد العمال والمستخدمين غادي تروح بين 3000 اورو حتى 6000 اورو، يعني بين 3 المليون حتى 6 المليون تقريبا. هاد المكتسبات اللي حقهم هذا الاضراب هذا، الاضراب البطولي اللي 18 اليوم، هم نتيجه لماذا؟ نتيجه للضغط، يعني ايمانويل ماكرون وكذلك وزير الاقتصاد والحكومه الفرنسيه ما استطعتش انها تلقى حلول لهذا العمال المضربين. داروا اضراب بطولي لمده 18 يوما، ونهار الثلاث غادي يكون اضراب كذلك ديال السكك الحديديه، واضراب ديال شركه النقل العام فرنسا في باريس عفوا. استطاعوا انهم يوصلوا لهذه النتائج هذه، علاش؟ لان الحكومه ما بغاش تسمع لهم. هذا الشيء في فرنسا، الشيء في فرنسا شنو دار الجشع؟ الجشع ديال هذه الشركه اللي حقت 10.6 مليار غير في النصف الاول من هذا العام هذا. اورو ماشي درهم، بالاورو. يعني واحد النسبه ديال الارباح اللي هي كبيره جدا. وهذا الشيء كينطبق كذلك على الشركات اللي كاينين هنا عندنا في البلاد. الشركات اللي كاينين هنا في المغرب حتى هي حققت ارباح كبيره جدا. ولا كنتم متبعين هذا الموضوع هذا، ففي الاونه الاخيره كانت تنشر واحد التقرير على الارباح ديال هذه الشركات، على ما اعتقد مجلس المنافسه، يعني بناء على مجموعه من التقارير اللي ديجا كانت نشرت قبل ما ينشر مجلس المنافسه. نشروا باللي ان الارباح ديال توتال وما افريقيا الشركه ديال اخنوش ما نشروهاش قبل ما ينشر مجلس المنافسه. بعد ذلك حتى مجلس المنافسه اكد باللي ان الارباح ديال هذه الشركات تتجاوز 60%، يعني عندهم الضمان في المغرب، الربح مضمون. داك الشيء هاد الناس هاد ما على بالهمش يعني بكسميتو بالمنافسة. علاش؟ لأنهم شافوا بلي أنهم كاملين كيربحوا. المغرب بلع الحدادة على الجزائر، كانت الكونتربوند كيدخلوا ليسونس والمازوت وكذا وكذا وكذا، والناس كيتمعشوا، وحتى الناس اللي كيستهلكوا كانوا كيشريوا المازوت والليسونس يعني بثمن بخس. فمن بعد ما تبلعت خاصة في الجهة الشرقية، وكان كيوصل الوقود حتى كما نعرف فين، منين تبلع صافي الشركات سهل الحال، يعني كل شيء كيستهلك. اللي بغى يجي كما قلنا الصيغيل امروج كتستهلك 100 مليار، يعني 100 مليار اللي كتستهلكها غير الطوموبيلات ديال الدوله. وبالتالي في هذه الشركات هذو لا قليلين راحتهم في المغرب. دونك الا بقى الامور، الا بقت الامور على ما هي عليه، شنو غيوقع في المغرب؟ طبيعه الحال غيوقعوا اضطرابات، وغيوقعوا اضرابات، وغيوقع احتقان اجتماعي. الحكومة ديال أخنوش عارفة هذا الشيء، شنو دارت؟ مشات دارت ما يسمى بالحوار الاجتماعي. هذا الحوار الاجتماعي يعني تمشي تحاور مع النقابات وكذا باش يشوفوا المطالب ديال العمال، وفي نفس الوقت يشوفوا واش يقدروا يديروا القانون ديال الإضراب، لأنه من 2011 واخا بن كينان قال لهم غندير كذا، وكان داك الشيء صارم في الدستور ديال 2011، ولكن القانون ديال الإضراب ما خرج. يعني مجموعة من الأمور ولا مجموعة من الملفات المطلبية اللي تناقشت. علاش دار اخنوش هذا الشيء؟ لان شكون قادر يدير الاضرابات؟ النقابات. وبالتالي لا انا شريت شريت البيروقراطيه العماليه ولا البيروقراطيه النقابيه، الا انا تفاوضت معهم وضمنتهم درتهم في الجيب كرئيس حكومه ولا كحكومه، فبطبيعه الحال غادي نخلي دوك العمال اللي تحت دوك النقابه واللي منضويين تحت دوك النقابه ما قادرينش يتمردوا على النقابه، وبالتالي غادي يخضعوا للقرارات ديال ديك النقابه. بالتالي في المغرب ما غاديش يكون دوك الاضراب، على خلاف فرنسا. فرنسا النقابات كتدافع
الى حد ما على المصالح ديال العمال اللي منضويين تحت لواءها. داكشي علاش وقع ذاك الاضراب في المغرب. النقابات للاسف الشديد باعت الماتش. فعزيز اخ نوش يعني حاول ما امكن انه يعني يوقف المسيرين ولا المناضلين اللي كيمثلوا ديك النقابات يعني مجموعه من الامور. قال لك زادوا كسميتو 3000 كانت 2900 درهم ولا 2800 درهم ولا دابا 3100 درهم 300 درهم. بالله عليكم واش هذه زياده اللي مهم حوايج باينه في المغرب. اذا الا ما كانوش النقابات اللي غيأثروا الاحتجاجات ديال الشعب المغربي. النقابات ملي كنقولوا النقابه اللي كتاثر الاحتجاج يعني نقابه اللي منظمه كتعرف كيفاش دير وكتعلن على الاعلان ديال الاضراب وكذا وكذا. داكشي كيكون منظم. شنو غيصرى الشعب ما غاديش يلقى شي تنظيم اللي يقدر ياثروا. غادي يولي يخرج للشارع الراسو. وين خرج للشارع الراسو تقدر توقع شي حوايج اللي ماشي مزيانه لانه ما كاينش تاثير. الشعب ما عارفش كيدير يتعامل ما كاينش عارف يتعامل مع المؤسسات وكذلك مع الامن ومع مجموعه من الجهات تقدر توقع كارثه. هذا الشيء كامل لان المغرب ما كيتمشاش وفق راه ايمان وزير الاقتصاد شنو قال لهم في فرنسا. وزير الاقتصاد ما يقدرش يديرها حنايا في وزير الاقتصاد. وزير الاقتصاد شنو كدير على سمير ما صالحاش وكذا وكذا. ومن بعد كدير حوار كيقول لك على سمير نيش انا راه مزيانه وكذا وانا ما قلتش داك الشيء. وزير الاقتصاد فرنسا شنو قال لهم؟ قال لهم من حقكم تطالبوا بالرفع من الاجور لان الارباح اللي حققت هذوك الشركات ارباح خياليه وبالتالي حتى انتم من حقكم تستافدوا. جامع العمال في المغرب لا انتم هذوك مراضين هذوك كذا وكذا. ولكن التكلفه ديال هذا الشيء ديال هذه اللامبالاه ديال الحكومه وديال سياسه الاذان الصماء تجاه المطالب ديال الشعب المغربي راه النتيجه ديالها كتكون كارثه. راه ماشي على اخ نوش وصافي راه على الدوله ككل. وهذه هضره ماشي كنقولها من التخويف وكذا وكذا. هذه هي سنه المجتمعات هكا كتحرك المجتمعات. التناقضات الداخليه كتخلق لنا مثل هكذا اشكالات الا ما تعالجتش يعني بواحد الروح اللي هي مسؤوله بحوارات مسؤوله ماشي بالبيع والشراء مع الممثلين ديال النقابات يعني البيروقراطيه العماليه راه غادي توقع كارثه. هذا الشيء اللي كنقول لكم يعني فرنسا ملي كتلقى الطوموبيل ديال البوليسي كيجروها وكتلقى طوابير ما نعرفش شحال من كيلومتر باش دير المازوت ولا ليسانس راه هذه كارثه جدا. راه الا توقف الا ما كاينش الوقود راه بزاف د الحوايج حتى حاجه ما تخدم. المجتمع كامل غيوقف لان كل شيء المصانع كيخدموا بالوقود النقل كيخدم بالوقود نقل الاشخاص نقل البضائع نقل السلع كل شيء نقل المواد الغذائيه كل شيء كيتمشى الانتاج كيتمشى بالوقود. وبالتالي ف يعني التاثيرات كتكون تاثيرات على المجتمع ككل. داك الشيء علاش وقع واحد الشلل في المجتمع الفرنسي. علاش؟ لان هاد العمال ديال المصفات في فرنسا توقف ما كاينش التكرير ما كاينش كذا وما كاينش كذا. وبالتالي هذه دعوه للناس اللي كتحمل المسؤوليه تشوف الامور تقراها ماشي بناء على ضغط اجتماعي ولكن بناء على تفكير منطقي اللي كيفكر بشكل منطقي وكذا وكذا ماشي بمنطق تاجيل الازمه. لا خص الحل ديال الازمه هذا هو اللي خص يكون ماشي المنطق ديال تاجيل الازمه. لا راه معليش ناجلوها لان التاجيل شنو كيخلي الازمه كتنفجر بواحد الشكل اللي هو اقوى. الى انفجرت الازمه دابا تقدر تنفجر بواحد الوتيره صغيره ولكن الى اجلتها كيولي داكشي الانفجار كيكون اقوى والتاثير ديالو كيكون اقوى. تحياتي لكم. ما تنساوش تبارطاجيو هاد الحلقه هذه وكذلك ضغطوا على لايك باش توصل للمتابعين الاخرين.